كمان من الاخبار اللي عندي من النادي الاهلي خبر مهم للغايه. اتكلمت معاكم وعملت لكم خبر عاجل على كره بلدنا في موضوع محمد الشناوي واهلي جده. وتحدثت مع اصدقاء كثر في المملكه العربيه السعوديه. وعرفت ان في النهارده ضربه قويه جدا يعني لم يكن يتوقعها المتابعين، ولكن انا كنت متوقعها واكدت انفرادي لما انا قلت لكم ان محمد الشناوي ليس على رادار اهلي جده، ولكن ربما يكون لديه عروض من انديه سعوديه اخرى. القصه ايه؟ استيقظنا على خبر مهم جدا وهو تعاقد اهلي جده مع الحارس السنغالي ميندي، حارس مرمى تشيلسي. الخبر نشره الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. قال ان السنغالي ميندي وافق على الشروط الشخصيه لانتقاله للنادي الاهلي السعودي اهلي جده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادي تشيلسي الانجليزي. وقال الصحفي الايطالي ان المفاوضات في مراحلها النهائية الان بين النادي واللاعب ونادي تشيلسي الانجليزي بالاضافة الى وكيل اللاعب السنغالي. عقد مندي مع اهل جدة سيكون لمدة عامين ينتهي في 2026، يبدأ في موسم 23-24 وينتهي في موسم 25-26. ضربة قوية طبعا، لأن أنتوا عارفين سمعة محمد الشناوي في أهل جدة قوية، وكانوا عايزين خدماته من سنتين وتعثرت المفاوضات، ثم عادت مرة أخرى، ثم تعثرت، ثم عادت. وفي الآونة الأخيرة في أخبار كتيرة جدا إن الشناوي اتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في موضوع أهلي جدة. وأنا قلت لكم أهلي جدة خرج من حساباته نهائيا محمد الشناوي. ناس كتيرة هجمتني والكلام ده. هذا تأكيدا لإنفرادي. مندي في أهلي جدة رسميا حارس مرمى منتخب السنغال، وبذلك يتأكد صحة الخبر اللي انا قلته ان محمد الشناوي ليس له عروض من اهل جده، ولكن ممكن يكون عنده عروض من انديه ثانيه. الله ورسوله اعلم.